نابولي الانتر ميلون الدوري الايطالي السيري اي، وشاهدنا كيفاش وانتهت المباراه بهدف لهدف في الجوله في قمه هذه الجوله ال25، وين كانت مباراه شيقه، مباراه اللي شاهدنا بها هدف في السبع دقائق الاولى لوزانو الذي سجل لصالح نابولي في الدقيقه السابعه، وشنا ايضا وين عدل النتيجه في الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 47، يعني وين عدل النتيجه لصالح الانتر، وين المباراه كانت نقولوا باللي المباراه كانت متكافئه، كانت 50% نسبه استحواذ نابولي الانتر 50%. شاهدنا كيفاش وين سباليتي اللي دخل بخطه 4-2-3-1، شاهدنا كيفاش سيموني انزاغي اللي دخل بخطه 3-5-2، يعني 432 تمريره من جانب الانتر، 416 تمريره نابولي، يعني كانت مباراه اللي كانت في القمه، مباراه وين شاهدنا كيفاش دافيد في الحراسه، وين نقولوا باللي الحراس لعبوا دور كبير في هذه النتيجه التعادل، سمير هندوفيتش اللي كذلك من جانب الانتر، يعني شاهدنا دخول ادم الوناس في الدقيقه 84، شاهدنا كيفاش وين نقولوا باللي كوليبالي، شاهدنا ماريو، شاهدنا امير رحماني، جوفيني، شاهدنا بيتر، شاهدنا فابيان، يعني وين نقولوا باللي فوزي غلام اللي كان احتياطي في هذه المباراه، شاهدنا ستيفان من جانب الانتر، شاهدنا فيدريكو اللي خرج في الدقيقه 90، ميلان، شاهدنا نيكولا، شاهدنا مارسيلو، ايفان، شاهدنا يعني نقولوا باللي دانيلو، نقولوا باللي كل مدرب وين دار كاع التغييرات تاعو من اجل الفوز لكن بدون جدوى، وين انتهت يعني المباراه بنتيجه ايجابيه بهدف لهدف، هدف لنابولي، هدف لانتر ميلون في هذه المباراه اللي كانت شيقه، مباراه اللي كانت منحصره في وسط الميدان، يعني كانت حرب في وسط الميدان. هذه هي الجوله ال25، نابولي هدف، لانتر هدف في الدوري الايطالي السيري اي.